عملوا في المطار عندهم حديقه مساحه ان هم يعملوا غرف شاورز. ماشي في الغابه بتطلع على نفسه. بجد الواحد يفخر ان في مطار زي ده في الوطن العربي. وعلى مدار السنين اللي فاتت انا على علم تام ان مطار سنغافوره هو احسن مطار في العالم. دي معروفه يعني، كان نفسي اروح من زمان، ولكن بالصدفه اكتشفت ان دلوقتي احسن مطار في العالم هو مطار عربي. يعني مطار سنغافوره ما بقاش احسن مطار، بقاله سنتين مطار قطر الدوحه احسن مطار في العالم. فالنهارده احنا في مطار الدوحه، تعالوا بقى نستكشف ليه مطار الدوحه بقى احسن مطار في العالم وازاي. يعني مطار سنغافوره ده طول عمره معروف ان هو اجمل مطار. ازاي بقى ده عرف ينط مثلا من رقم 13 لرقم 1؟ هنعرف ده دلوقتي، خلينا نشوف. طبعا من الحاجات المشهوره جدا في مطار قطر هو الدبدوب ده، اللي هو عباره عن تمثال دبدوب. بص حتى هنا كاتب لك معلومات عنه ان ارتفاعه حوالي 7 متر، هو مصبوب من البرونز، وهو عباره عن عمل فني للفنان السويسري اورس فيشر. يقول لك الفكره من الدبدوب ده ان هو اكنه بيرحب بالضيوف في مطار الدوحه وبيشاركهم بطريقه احتفاليه فكره السفر والوطن والكلام ده كله. فهو لوحه يعني خلفها معاني كثيره. وطبعا منظره كده اول ما تخش في المطار وسط المطار مبهر، وانا صراحه شايفه جريء. يعني فكره ان انت تبقى عندك الايقونه بتاعه المطار بتاعك دبدوب في النص، هي قرار جريء. ما يعني ما اعرفش قدروا ياخدوه ازاي، بس هو جامد. المطار ده السنه اللي فاتت مدخل لقطر 130 مليون دولار. ايوه شركات الطيران او المطارات بتاعه الدول تفرق جدا 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 في اقتصاد الدوله. يعني مطار زي ده لوحده مدخل رقم. تخيل بقى مثلا شركه الطيران اللي هي القطريه مدخله قد ايه. فاهتمامهم بيه طبعا كان مهم جدا، يعني دي حاجه من الحاجات اللي فرقت معاهم. طبعا قطر في تحضيرها لكاس العالم وقبل تحضيرها لكاس العالم كانوا مهتمين جدا بكل حاجه، وكان من اهم الحاجات دي كان هو المطار. فكان من التحضيرات اصلا لكاس العالم كان المطار، عشان هم هيستقبلوا ناس كتيره جدا. قلبوا الدنيا، موضوع المكان بقى مختلف تماما. خلينا بقى ايه نروح ناكل منطقه المطاعم هنا. طبعا عندهم كل ما تشتهيه، وخلينا نشوف. والله انا يعني طالبه معايا بيتزا، نديها واحده بيتزا ايطالي، ليه لا؟ بيعملوا بيتزا وباستا، بيتزا وباستا ولازانيا وكل الحاجات الحلوه. ماشي كلام جميل. يا كان اي جيت واتس ذس وان؟ I will have one slice. جبنا سلايس بيتزا وديك معاه فرايز كاتشب، وجبت عصير فراولة بالموز. لو مجربتوش فراولة بالموز ده اختراع حلو، جربوه. ناكل بقى وايه ونكمل الجولة. طبعا زي ما انتم شايفين الناس اصلا كلها بتيجي هنا عند الدبدوب ده وتتصور. يعني هو خلاص بقى معلم سياحي للبلد نفسها. طبعا من الحاجات اللي خلت مطار قطر هو افضل مطار في العالم دلوقتي هي فكره ان هم عندهم البراندات العالميه كلها، حتى البراندات اللي عمرها ما فتحت في مطارات فتحت هنا. يعني في براندات اصلا المفروض ان هي مش فاتحه في مطارات وفاتحه هنا، بس اعتقد لوي فيتون فاتح وهيرميز فاتح، بس في براندات تانية مش فاتحة غير في المطار ده. طبعا كل براند عامل لنفسه صرح. طبعا اللي ما يعرفش
هاردز بتاع الفايد اللي كان في لندن، اللي هو المول المشهور جدا في لندن، صورته هناك دي. اتباع من كذا سنة كده، والاشتراء اعتقد دولة قطر. كنت فاكر ان هو حد قطر يبيعينه، ولكن اعتقد هي دولة قطر اللي اشترته. وطبعا بان هم اشتروا الاسم ففتحوا فروع لي في المطار. فهاردز من الحاجات المشهورة جدا، من البراندات اللي الناس كانت بتروح لندن مخصوص عشان تروح هاردز، حتى لو مش هتشتري هيروحوا بس يتفرجوا. قطر اشترته وفتحوا منه فروع هنا في المطار. بصوا حتى كلها حاجات بتاعت لندن، يعني الفون بوكس بتاع لندن، البوس بتاع لندن، والدبدوب ده اصلا هو هاردز مشهور بالدبدوب ده، اللوجو بتاعه. كلها بقى الحاجات اللي موجودة في هاردز في المحل موجودة هنا. مش بس محل هاردز، ولكن كمان عاملين تي روم. طبعا دي حاجات من الحاجات اللي مشهورة جدا في انجلترا، هو موضوع التي، تي هاوسز، تي روم. فعاملين هنا تي روم، اكيد طبعا بيقدم بقى شاي بريطاني وافطار بريطاني والكلام ده كله. عندهم هنا في المطار مساحة انهم يعملوا غرف شاورز وسبا، عاملين سبا وغرف الاستحمام. هاي فكرة بقى ان الدبدوب ده بقى سوفينير، يعني بقى علامة من علامات قطر، فبقى سوفينير بيبيعوه. دبدوب عاملين منه اقلام، عاملين منه ميداليات، عاملين منه عالشنط، يعني بقى في كل حاجة دلوقتي. طبعا بقى الدوتي فري هنا في حكاية، محلات الإلكترونيات، الحاجات اللي انت عايز تشتريها بقى، حلويات، مش عارف، هدايا، الكلام ده كله. كل بقى البراندات العالمية، سوني، بوز، ايا كان ايه هو موجود هنا. انا لسه من قريب شاري المكنة دي، المفروض ان هي كويسة يعني، بس لسه مجربتهاش. عاملين غرفة للقراءة مخصوصة للقراءة، ودي غرفة للتلفزيون عشان تقعد تتفرج لو عايز تتفرج على حاجة، وهنا ممكن تقعد محتاج تشحن تليفونك، تقعد في مكان بس تروق على نفسك. حاجة بقى من الحاجات الجديدة اللي اتعملت اللي انا صراحة ما رحتهاش، وهنروح مع بعض دلوقتي، هي الحديقة. قطر عملوا في المطار عندهم حديقة، فورست، غابة تعيش فيها أجواء مختلفة تماما وتعيش جو الغابة. فتعالوا نروح نشوف الكلام ده إيه. أنا متحمس صراحة. حاجة جميلة قوي صراحة، هنا عاملين سوق أكن سوق قديم في قطر، وعاملين جوه المطار، مسمينه سوق المطار. يعني عندهم هنا محل اسمه البشت بيبيع الزي القطري. اعتقد كمان الحاجات دي انتشرت اكتر بعد كاس العالم، بعد ما ميسي لبس البشت. سوفينيرز طبعا، الدبدوب معانا. انا بحب الحاجات دي قوي، لان الحاجات دي بتربط السائح بالبلد. يعني فكره ان انا كبلد ابقى عندي منتج بتاعي وحاجات ببيعها في المطار ليها علاقه بالبلد، تربط الناس بيا او تفكر الناس بيا اكتر واكتر، ده حوار جامد صراحة. يقول لك تمشي كده بقى ايه الجزء بتاع التوسع، الجزء الجديد. تعالى بقى نروح نشوف الغابات. بصوا يعني انتوا ايه هتاخدوا بالكم من بعيد كده ان الدنيا هناك من ورا ازرق كده وفي اخضر. احنا كده رايحين على الغابة، داخلين على الغابة. بصوا بقى الجمدان، بصوا الجمدان، حاجة عالمية صراحة، يعني حاجة واو. عمل لك غابة وسط المطار، من الحاجات اللي كانت بتميز مطار سنغافورة اللي هو المطار اللي كان رقم واحد في العالم، هي ان هم كان عندهم حاجة كده برضو زي غابة وشلالات ومناظر ومش عارف ايه وبتاع.
وكانت الناس كلها بتروح تتصور هناك. فانا بالنسبه لي كان نفسي جدا اروح اشوف الكلام ده في سنغافوره، بس طبعا ما روحتش لحد دلوقتي. ولكن خلاص بقى مش محتاج اروح سنغافوره، لان سنغافوره ما بقاش رقم واحد في العالم. قطر، مطار قطر. تعالوا بقى نتفرج على الغابه الجامده دي. هل هو ده نبات طبيعي طيب ولا صناعي؟ طبيعي يا جدعان، طبيعي. بص عامل لك ايه، رشاشات بترش ميه عشان تحسسك بالطراوه، تبقى انت ايه ماشي في الغابه بتطري على نفسك. جامد قوي. تخيل ان كل ده في المطار يعني. مساحة المكان هنا 6000 متر مربع لحديقة داخلية. يقول لك بقى المساحة دي فيها 300 شجرة وفيها أكتر من 25,000 زرعة من 120 زرعة مختلفة. الغابة دي والجزء ده من المطار اتفتح سنة 2022، يعني يا دوب ما بقالوش سنتين. فحاجة جديدة أعتقد ده من الحاجات اللي خلت المطار حطته في حتة تانية. أول سنة ليه ياخد الجايزة كانت 2023، فاعتقد بعد ما افتتحوا الغابه دي هي دي اللي حطت المطار في حته ثانيه. انت متخيل يعني تعمل حاجه، عمل ممكن طبعا يكون عمل كبير جدا واخد وقت وتنظيم، ولكن العمل ده حطك في حته مختلفه تماما. الناس صوتت للمطار ان هو افضل مطار في العالم 2023 و2024. عامل لك بقى في الغابه دي ممشى، يعني تقدر تطلع و تتمشى وتبقى الغابة كلها تحتيك كده، شايف كل حاجة تحت. بجد الواحد يفخر ان في مطار زي ده في الوطن العربي، مطار عربي 100%. المشكلة بقى ان انا ما جبتش لعيالي اي حاجة، وهم كل لما اسافر لازم اساسي عندهم بابا راجع مع حاجة، لازم اجيب حاجة. انا يعني بحب كده طبعا، خصوصا لما بكون مسافر بلد وفي حاجات مختلفة وبتاع ومش عارف ايه، فاحب اجيب لهم حاجات من البلد دي. طبعا انا دلوقتي راجع من اندونيسيا، فكان المفروض اجيب لهم معايا، ف للاسف اتسحلت وما عرفتش. فبقول بقى ايه، خلاص لما اروح المطار، رحت المطار بتاع اندونيسيا ما لقيتش اي حاجه، كلها حاجات انترناشونال، يعني مفيش حاجه خاصه بالبلد. وانا بحب دايما لما اروح مكان احكي لهم حاجه خاصه بالمكان ده، يعني حلويات هناك مش عارف ايه كلام من ده، فيبقى عاش التجربه. فما جبتش حاجه، وجيت هنا المطار طبعا برضو كل الحاجات انترناشونال. مش عارف بقى هروح البيت ايه، هيزعلوا جامد، زعلوا جامد جامد يعني. مش عارف، ممكن احاول اجيب لهم كده اي حاجه في الطريق. انا عشان احفظ ماء الوجه يعني لازم اجيب لهم حاجه، اجيب لهم شوكولاته بقى بتاع، اي حاجه كده ايه تمشي الدنيا. طبعا عمال ادور على اي حاجه مش مقاطعه، لان كل حاجه طبعا مقاطعه او جزء كبير جدا من الحاجات دي مقاطعه، ولكن اكتشفت ان هيرشي مش مقاطعه. وبيقول لك كمان ان هم كانوا عاملين حمله على اسرائيل عشان الناس تقاطع المنتجات الاسرائيليه، فهيرشي ممكن نجيب منها. قلت لهم شويه حلقات كده، المفروض ان هي مش مقاطعه. دي ده باسبورت؟ نو؟ طبعا كعيد جامد، لان انا بشتري من المطار وبشتري حاجات حلوه يعني، فالقاع شويه حلوين مش مشكله، ده ذنب انا يعني، انا دي غلطتي. تغلط تحمل حق غلطتك بقى. كعينه شويه حلوين، مش خساره فيهم. اهم حاجه ايه ما يزعلوش مني، خصوصا يعني الواحد بيبقى غايب عنهم
اسبوع 10 ايام بيبقى راجع بقى يعني ايه اصلا حاسس بالذنب ان هو كان بعيد عنهم. فاي حاجه بقى تعملها ما يعني ما مش مشكله يعني ما تمام، اهم حاجه هم يبقوا تمام. بصوا هنا الفيفا عاملين ستور اكيد ده طبعا من ساعه كاس العالم، بيبيعوا بقى تيشيرتات وكور الفيفا والكلام ده. عملوا بقى ايه لقطه حلوه جدا حوالين الغابه دي كلها، استغلوا المساحه دي وعملوا فيها برضو ايه محلات. فبقى انت ماشي في الغابه تحت تطلع دور فوق، بص كده الغابه تلاقي محلات كلها يعني داير ما يدور حوالين الغابه، وكلها برضو براندات جامده جدا جدا. فهو ما ضيعش حاجه يعني، ما كل حاجه استغلها. عمل لك برضو هنا كافيهات فخمه عشان تبقى لو عايز تقعد فوق بدل ما تقعد في الغابه تحت، لا تقعد هنا فوق تشرب قهوتك وقاعد على المنظر. الناس دي معاها ايه؟ ده جلايه للرخام. هم مش بس بينضفوا، ده يعني بيروقوا على الرخام، يعني بيعملوا كل حاجه عشان منظر المطار. بص هو هنا لقى حاجه مثلا هيقف ايه يظبط الدنيا. اعتقد احنا يعتبر ما شفناش يعني نص المطار. انا للاسف يعني مش معايا في المطار ده غير ساعتين ونص، ف يعني مش هلحق اوريك كل حاجه، ولكن زي ما انت شايف كده وماشي تلاقي المايه نازله على الحيط عادي جدا، في انبهار في كل حاجه. طبعا الفكره من المطار ده ان انت تبقى ماشي وكانك ماشي في متحف. فشفنا الدبدوب، شفنا في حاجات متعلقه هنا، وبرده في تمثال تاني اهو. التمثال ده طوله 32 قدم، اسمه أكذوبة صغيرة، اتعمل 2013، كان في حتة في لندن في منتزه في لندن، وبعد كده نقلوه في حديقة في يوركشا، وبعد كده جابوه هنا سنة 2014. حاضر أنا رايح، حاضر أنا بنده علي، أنا رايح خلاص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. كانت جولة سريعة في مطار قطر، احسن مطار في العالم ل 2023 2024، وبس كده. نشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام. يس ثانك يو. يا دوب انا اخر واحد يخش، بس على التانية تلاقيهم اول ما يخش اول ما اخش ايه يقول لك اطلع بره. بصوا اخر واحد داخل الطياره، والله ما في حد، الناس كلها قاعده جوه. انا اسف والله.